وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة لمياء يوسف الأفضالة، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية. أهلا بك أستاذة في نشرة أخبار الثالثة. أولا نبارك لكم هذا الفوز، وما هي الإجراءات والتحديات التي أثمرت عن فوز 3 مراكز تابعة لبلدية المنطقة الشمالية بالدرع الذهبي؟ شكرا لك حبيبتي، يسعدني أن أعبر أولا عن بالغ شكري وفخري واعتزازي بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بتكريم بلدية المنطقة الشمالية ممثلة بمركز بلدية المنطقة الشمالية بمبنى عالي ومركزي خدمة البلدية الشمالية في مدينة حمد ومبنى البديع ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم 3. إن هذا الفوز يشكل حافزا ودافعا للمزيد من التطوير لمراكز الخدمة وتعزيز الخدمات البلدية وتقديم أفضل الخدمات. بدأت البلدية الشمالية بتشكيل فريق عمل متكامل من جميع الأقسام في البلدية ورسم خطة عمل واضحة وتوزيع الأدوار، وعليه تمت مراجعة جميع المعايير المحددة من قبل لجنة تقييم المراكز الحكومية ودراستها والعمل على تنفيذها في إطار زمني محدد بهدف الوصول إلى تميز الخدمات المقدمة وجودتها من خلال مراكز الخدمة. وترافق ذلك مع إطلاق العديد من المبادرات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة عبر مراكز الخدمة للوصول إلى آفاق جديدة في الأداء من خلال اعتماد مجموعة من المبادئ تشمل الفاعلية والكفاءة والتطوير باستخدام مفاهيم حديثة في العمل الحكومي وبدعم ومساندة سعادة وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلص، ومتابعة حثيثة من سعادة وكيل البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة. واتخذت البلدية الشمالية مقولة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء: لا يوجد حد للتميز في الخدمة الحكومية، شعارا لها، وجعلته واقعا ملموسا شعر به المراجعين وعبروا فيه عن أعلى درجات الرضا انعكس بشكل إيجابي كبير على نسبة التقييم العالية التي حصلت عليها المراكز من قبلهم. الأمر الذي أثمر عن فوز جميع مراكز خدمة العملاء التابع لبلدية المنطقة الشمالية بالفئة الذهبية بين مراكز الخدمة الحكومية. بالحديث عن التحديات، فإننا نرى أن التحديات هي ليست تحديات بقدر ما هي فرصة للتطوير والتحسين المستمر. فمحافظة الشمالية تعتبر من أكبر المحافظات، وعليه تطلب توفير الخدمات في 3 مراكز خدمة، مما شكل تحدي وفرصة للوصول إلى توحيد تجربة العميل في تلك المراكز مع اختلاف حجم مساحتها لتحقيق جميع المعايير المعتمدة من قبل لجنة التقييم في كل مركز لتحقيق الفئة الذهبية. فعمل الفريق بشغف وتكامل وإبداع، والتحدي الأكبر الآن هو الاستمرار في التميز والإبداع والارتقاء في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين. نعم، المهندسة لمياء يوسف الأفضالة، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، شكرا جزيلا لك.